هو انت انا بتقول قلت ايه لك، قلت لك في الاول المفروض الوزاره استاذ هي جمال علام مثلا ان هو بينتقي الناس، بيشوف الناس اللي قادرين على جزئيه الاعداد وان هم عندهم بالظبط الاعداد ده. تمام، وده المفروض. هو محمود طاهر ما جاش ليه؟ ليه؟ انا بقول محمود طاهر مش ما كان عنديش مرشح علم صراحه. ما جاش، لان حتى القايمه اللي كانت مع محمود طاهر ما ريحتوش، ما جوش، ما مشي. اذا احنا عايزين نقول هنا ان اختيار الهارموني عشان يبقى فيه بينهم هارموني بين بعض المجموعه كلها مش موجوده. لكن انا بقول لك المجموعه دي هتطلع شويه هتطبع هتبقى كويسه قوي. لكن المشكله الوحيده اللي انت قلتها من شويه، العلاقه بينهم الرابطه هتبقى زي ايه؟ وده مهم. الرابطه جايه قويه، جايه لها ظهر، وده مهم جدا ان تيجي لها ظهر وقويه. المجلس ده برضه هيبقى جاي كويس قوي، مش ضعيف. كل واحد بقى ليه اختصاصاته دلوقتي، احنا هنقدر نفسه كده بالحته دي بالراحه كده. خلي بالك الرابطه كل سنه، خلي بالك من صحيح مش 4 سنين، هي كل يعني سنه كل سنه. لا هو مفروض تقريبا السنه دي وبعد كده اللائحه هتتعدل ويحددوا لها تقريبا بعد كده توقيت معين او عدد على 4 سنين. مين يحدد اللائحه؟ مين هيعدلها؟ الجمعيه العموميه اللي هم مين؟ اللي هم ال 18 اللي هم نصهم بتوع مجلس الاداره، كلهم بتوع مجلس الاداره. ما تاخدش الامور كده من بره، لا ده هم 18 نادي هم اللي هيعدلوا اللائحه بتاعت الرابطه، وهم اللي جابوا مجلس الاداره، الاساسيين بتوع مجلس الاداره، وهم اصحاب المصالح مع مجلس الاداره. فمش بالبساطه ان تعدل اللائحه، لكن هو المفروض يبقى كده ويبقى لها استقرار، يبقى لها 4 سنين، ويبقى لها الجمعيه العموميه بتاعتها تحميها. بس هنشوف منتظم. وانا عايز اقولها لك اهو، الرابطه كانت شغاله في هدوء عشان ما كانش في مجلس اداره الاتحاد، لكن في وجود مجلس اداره الاتحاد جديد علينا. طيب هرجع برضو لنفس السؤال، انت قلت لي الاعداد مين شايفه ان هو غير معد بشكل جيد في القوائم اللي موجوده، يعني او في القائمه اللي انا بتكلم عليها، يعني معد كاداره رياضيه؟ لانها اداره رياضيه انت بتتكلم في اداره رياضيه، في ناس عندها خبره كويسه قوي. يعني انا عندي الاستاذ خالد الرنداري ده انا بموت فيه، راجل معد تماما من كامته 95 في منظومه الاهلي. ده واحد، ده هي جمال علام جرب كان ومارس، كان رئيس اتحاد قبل كده، كان على فكره رئيس اتحاد في وقت صعب جدا، توقف الدوري لو تتذكر، وكانت اول مره خلي بالك وهي جت كده. بس انا بقول لك الراجل ده انا اقتربت منه، راجل زي الفل. محمد ابو الوفا اظن ده في المجلس كان موجود. مين تاني؟ حازم امام طبعا شخصيه لما اختلفش كان موجود في معد. حازم امام معد وكادر من الكوادر اللي ممكن في يوم من الايام هتبقى كويسه قوي 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 قوي. مين تاني؟ ما اعرفش بقى مين. كابتن بركات؟ ده جديد في الاعداد الرياضي، في الاداره الرياضيه جديد، خلي بالك ما اختلفش عليه. لكن هو كالاداره الرياضيه لا جديد. هو ادار ايه قبل كده؟ كان لاعب منتخب مصر؟ نعم كان مدير الكوره. ده فيش 14 ولا طبعا مش كافيه. ولكن هي وضع مختلف طبعا، انت تحط استراتيجيه لا وتحط كلام خالص عكس طبعا فكره المنتخب والاداره الخاصه بمنتخب وفريق. انا عايز اقول الناس انا عايز اقول للناس اللي جت وخدت فرصتها لازم تروح تعد. انا لما جيت اشتغل في اللوائح انا خدت دوره دينا الرفاعي ثلاثه. نعم دينا الرفاعي كانت موجوده، قعدت شهرين ومشيت. ما عملتش من حاجه. ما انا بقول حضرتك القصه مش قصه. فكروني باسماء معلش، بس عشان معرفش في اتنين كمان وانا الاحتياطي كمان بتاعهم برضه. اختيار الاحتياط ده مهم جدا، الناس برضه مش مدركه. الحاج عامر حسين صحيح، انا هو عامر حسين داخل في القائمه دي؟ في القائمه. هو حسين الرابطه؟ هو ده السؤال بقى. طب وده هل يجوز الجمع؟ ده ينفع؟ ما انا مش عارف. هل لائحه الرابطه اللي احنا ما شفناهاش، انت شفت اللائحه بتاعت الرابطه؟ لا صراحه ما شفناهاش. اللي عندنا اللائحه اللي كانت مقترح زمان، لو هل في اللائحه بتاعت الرابطه ما شفناهاش، هل ينفع يجوز الجمع؟ لو يجوز الجمع عملناها ليه؟ ما هو خلي بالك عملناها ليه؟ لو انت عملت الرابطه ويجوز الجمع. انت كده قصدك يعني الحاج عامر حسين لازم يستقيل؟ سيب واحده من الاثنين، انت عملتها ليه؟ انت عملت الرابطه عشان تاخد بعض اختصاص مجلس الاداره وتديرها لوحدها، لما يبقى هم عملتها ليه؟ ده بالمنطق لوجيك كده عملتها ليه؟ يبقى لازم تسيب واحده من الاثنين. طب احنا خسرنا عامر حسين في واحده منهم. طب هتعمل ايه؟ ما ده برضه ده انا عايز اقول اللي اختار ازاي؟ طب ما فكرش فيها ليه؟ وعامل حسين نفسه ما فكرش فيها ليه؟ وهل هيجمع بالاثنين؟ طب خلاص يبقى الرابطه دي في شنك. مش عاوز يبقى بكره في التغيير اللي جاي هلاقي مجلس اداره من الرابطه. يبقى رجعنا للموضوع. لكن لو موجود بند بعدم جمع حاجه زي ده المفروض ده الطبيعي. يعني بس احنا لحد دلوقتي ما شفناش اللائحه بتاعت الرابطه. عايزين نشوفها ونقول يعني يجوز الجامعه ولا ما يجوزش. المنطق يقول لا يا كابتن فاروق. ما انا بقول لك لو هم خلاص انت بتعملها ليه؟
وبرضه عايز اقول هل تم الاختيار على اساس ايه؟ ودي محدش ادرك الحته بتاع الجامع دي، جوازيه الجامع ولا لا؟ ما اعرفش. ما دي النقاط اللي عايز اقول لحضرتك اللي هو الاعداد بقى. انا عايز اقول لحضرتك لازم نقرا ولازم نخش بين السطور ولازم نتصل بالخارج من جوه ومن بره. بكامل الاحترام طبعا للقائمه الثانيه، لكن بتشوف انها الامور صعبه عليهم طبعا. انا شخصيا ما اعرفش فيهم ولا واحد. قد يكونوا ممتازين، بس هل ينفع ان نعمل احلال كامل في العشرة؟ وهل ده هيبقى مقنع للجمعيه العموميه؟ هي دي النقطه برضه. هو واخدين ما اعرفش، مش عايز اقول لك هل هم مستندين ان هم ابناء الصعيد؟ ان معظمهم من الصعيد، ودي منتهى الخطوره عملنا كده، منتهى الخطوره. يعني انا مش انا بعملش اقاليم،